انا ريم انتي انا ريجي انت راه وجهينا ديال يوسف ورا كرتون ولا ما شنو كرتون كاع السلام خوتي كراكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم اليوم غادي نخرجوا من الوالده غادي ندير واحد المقلب سام غادي ندير راسي بحالي قرصتني شي حاجه ونتمنى ان شاء الله ما يوقع لها والو حيت راكم عارفين هي عندها الاعصاب وتقدر تخلع يقدر تطيح تما نيت ولا تسخف ولا شي حاجه الله يستر. غادي نعطي الخوات دري صور غادي تخبع في مور هذوك اللعبات اللي هي داك الخش وداك السيبر داك التخربيق ويتخبع ولادي صورنا وعندي راسي راه قرصتني شي حاجه فهمتوا وعندي راسي قرصتني شي حاجه وان شاء الله نتمنى ما يوقع ليها والو ونتمنى هذا المقلب اللي عجب ديكم ما تنساوش بارطاجيو لنا الفيديو وخليو لنا كومونتير تحفيزي ولي لايك بطبيعه الحال. واش اخوتي المهم اليوم غادي ندوزو على الوالده وغادي نخليها تثق في راسها بان راه كتصور فيديو واخا ما كنصوروش ودير الكلمه ديالها باش تزيد تثق فينا. المهم ابراهيم انت خاصك تخبع صافي نعاودو باش نعاود الفيديو؟ اش تعاود؟ اش كدير ليها؟ قلت لك صافي. عاود. انا تتخلى. المهم الخوات ديال راه بغا يدوخ لنا هاد النهار هاد الويزر ما سالاش ديال الطريق خاصنا نديرو رصاصة حنايا. هي راه جاية في الطريق. ندير راسي في الطريق. توجع مازال جايه لا جايه قرب تطوس هيا اركب الاخر واش كدير دوك الخصايل علاش؟ بغيت نتحكم معاك راه الكاميرا وريني شوفي الدم امي شوفي قرصني شوفي ديري شوفي فعلي الكاميرا خدعت وحده ليها تو راه ابراهيم كيصور شوف ما تعاودش تبقى دير معايا الخصايل بحال هكا هي ما كتعرفش لا ما تعاودش دير بحال هكا حنا جينا نتسالاو ما جيناش وكيوريني الصبع فيه الدم وكيوريني الصبع ابراهيم ابراهيم انا اللي هما اللي بغا يموت يموت اللي بغا يقتل تباس اخر عاد وشوف عباد الله شوفوا المتتبعين شوف كيوراني الدم وكيقرصني قرصتني العقرب وغادي انا كنهرب باش نقول له شي مقرعه الماء دابا يبغي لا تحكوا معاك ونفوجها ما تضحكش معايا بهاد الضحكه هاد الضحكه دا عرفتي عندي الاعصاب ما ديش هاد الضحكه هاد عطاتي الوالده ابخل معاك العود وشوف كي داير بعدا في وسط التراب وكي داير في وسط هذا وحن فمو كيوري الصبع فيه الدم قرصني فيه العقرب شي حاجه قرفتني شي حاجه غادي الجمهور داكشي كلمه ما خاصش ما خليتي ليش الكلمه اللي غادي نقول زوينه صافي اخر مره دير معايا المقلب بحال هذا راه عيط عليا راه بزاف هاد الصوره باش ترد ما عندي انت انت كتقول لك عيط عليا صافي الخصايب بحال هكا ما تعاودش ديرهم عرفتيني دغيا الاعصاب عندي دغيا كنتخلع وكتوريني الدم باش تيقتك انا حيت وريتيني الدم وقلتي وسخان طايح في الارض صافي دابا ما وقع والو ولا تحكم معاك ما تجريش وما تعاودش دير لي بحال هكا المشاهدين قولي لهم شي كلمه زوينه اسمحوا لنا المشاهدين اسمحوا لنا المتتبعين ديالنا وراني الصبع فيه الدم والسيد طايح مالك مالك قصرتي شي حاجه غادا كنهرب عند الولد نجيب القرعه د الماء بعيده علينا الطوموبيل راه دابا يشدها لكم وقال لك راه غير كذوب سمحوا لنا المتتبعين على هذا المشهد هذا سمحوا لنا الوالده غير ضحك لها معاك دابا واش درتي مني بعد مني راه عرفتيني انا كنتخلع حقا نسيت ما قلت لكمش عرفتيني انا كنتعصب ديال الاعصاب غنقول لهم واحد الهضره نسيت فاش كنا فاش كنت كنرغبك
قلت لهم راه درنا جوج كاميرا، درت واحد الكاميرا درتها في الشجره ولكن ما صورتش مزيان. تليفون وخليت ماشي كاميرا. اه الكاميرا هي التليفون. خليت الخوادري كيصور، وفاش مشات تغوت الخوادري عاوتاني نقز لبلاصه اخرى وما غاديش يبان فيهم كاع. وتا هو مصور البغل الاخر مصور مخبي عليا مور الشجره. وحده مور الشجره وحده مور واحد الحجره. ما عادش ما عنديش فين الجرام فين تشوف بنادم فيها ولا هادي. لا مشى دابا للشجره القصيوره بحال هذوك اللي موراك راهم بحال السيبري راهم راهم خليناهم مورانا. مشى ديال السيبري قصيوره ما كيبانش وشفت شفت الدم من الصبع صافي قلت بصح والطونوبيل خليناها بعيده. راه ما بغيناش نشدو فيك مزيان ما والله تترك شي حاجه بالله. والله ما نعاود ندخل معاك شي تصويره عاد. ما تحلفيش. واخا دير لي بحال هاد الخلعه هادي. قمت لي الراس وفيردوس كنشوف فيردوس شتي باش تيقت انا شت فيردوس كتقول لك عمي ابراهيم مالك مالك عمي ابراهيم صافي قلت شي حاجه. دابا بغيت نعرف انا كيفاش انت ما شتيش الكاميرا زعما التليفون كاع ما شتيه. مالي التليفون صغير محطوط فوق الشجره فين غنشوفه الاخر. ماشي هذاك هذاك راه ما حيدنا داك المقطع ديال حتى نهضرك على ابراهيم قدو قد الاجل ما شتيه. وابراهيم مخبع في ديك الكرنوشه ديك الصغيره بحال هذه شدها لهم زوميها. ها هي ها هي ها هي راه كتفرج بحال هذيك. فين غيبان ليا ما بان لياش واخا يبان لي كاع غادي نقول انا راه مقر تما كيدير شي حاجه ولا ما نويتش حيت انت قلتي ليا يلا نمشيو نشوفوا الطبالي اللي صحاح نمشيو نولي لي نوليو ليهم ما قلتي لياش وقلتي غنصوروا. شوف الطوموبيل فين كاينه شوف المسافه اللي غنهرب راه هي راه ليه غنشوف ماش كتبان لهم. المهم راه هي هذيك البلاصه كاع اللي ليها تراكي نقلب الكاميرا باش تبان نقلب الكاميرا ليهم. راه يا خوتي الطوموبيل فين كاينه وفين كاينه حدا الطريق وحنا في وسط الغابه. وفين درت انا المقلب درتو ليه ما عنده فين تشوف الكاميرا كاع قال لك اجي نصوروا ما عنده فين تشوف الكاميرا صحيحه باش نجلسوا نحطوا عليها القرع. المهم اخوتي لا تكون فيديو بارطاجي وخليونا شي كومونتير وشي جيم وهادشي اللي كاين وسمحوا لنا الا ميكن عليكم بزاف ما كان لوحش لي فيديو غير مع الوقت وصافي. والوالده تقول لكم اخر كلمه ليها وسمحوا لنا على هذا المقطع هذا سمحوا لنا الا قلت شي هضره ماشي هي هذيك سمحوا لنا راه خلعني وشت البنيه الصغيره كتغوت عمو مالك عمو صافي تخلعت بارك الله.